السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 13 من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي، دائما ديال الكاتريام اني، كاتريام اني يعني ديال السنة الرابعة. إن شاء الله كما قلت لكم هادشي يكون غير ميز ابرونتيساج، راه غنديرو حتى لو شومان دي لاتر، حتى هو غادي يكون ان شاء الله يمكن حتى المهم في لافان السيمين، يعني في الاخر الاسبوع غالبا غادي نحاول اني نحط فيه حتى هو حصص ديالو. اذا نبداو بلا ما نطول عليكم. الا لاحظتي وراه جيت نيشان صفحه 13، هذا لا يعني انه هو الصفحه 12 ما غنديرهاش، راه كاينه صفحه 12 غير مازال ما حطيتش لا فيديو وصافي. قلت نحط لكم هذا باش تقراو التكست بيننا ان شاء الله، نحط لكم الاخر ديال لو ديالوغ، حتى لو ديالوغ عندكم في الصفحه 12. كثر هضره ياك معليش. دونك بما انه بغيتونا نقراو لو تيكست، دونك نقرا التيكست، تبعوا معايا غنحاول نقرا يعني كلمه كلمه باش تبان لكم، ومن بعد غادي نعاود نشرح علاش كيهضر باش نفهم. دو تي بور لي زانفيتي، لي زانفيتي هاد اس غنلصقها مع اي باش تولي لي زانفيتي، لي زانفيتي هما الضيوف. او ماروك لو thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie, cérémonie, cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé. Comprenons, comprenons une bouilloire, bouilloire de plateau rond à trois pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une tière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre, sucre dans des boîtes. Également, également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. D'autres herbes, d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteau au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités trois fois. Trois fois. Bien. نتمنى انهم بقيتوا غاديين معايا كلمه كلمه. هو ماشي بحال هكا خصنا نقراو في القسم، يعني خصنا نقراو مقاد، غير انا تنقرا لكم كلمه كلمه باش تسمعوني مزيان وتشدوا الكلمه. نحاولوا نشرحوا بعض الكلمات. دو تي، تي هي اكثر حاجه كتسمعوها هنا في التكست، تي هو الشاي، هو اتاي، هذا اتاي هو التي. Pour les invités, هما الضيوف. Au Maroc, يعني في المغرب، المغرب هو المغرب. Le thé à la menthe, يعني أتاي بالنعناع. النعناع، la menthe هي النعناع. الشاي بالنعناع. Se prépare souvent en présence des invités. يعني تنوجدوه، se prépare. نعده، يعني تنوجدوه في الحضور ديال les invités. ملي تيكون عندنا الضيوف. Selon les familles, c'est le mari ou la femme.
يعني يا اما الزوج مول الدار كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، مول الدار ولا مولات الدار ولا المراه، كي سو شارج دو سيت بريباراسيون، يعني هما اللي تيوقفوا على هذه العمليه ديال انهم يعمروا اتاي، يا اما مول الدار ولا المراه مولات الدار. بوغ لا سيريموني دو تي، سيريموني بحال قلنا داك الحفل ديال الشاي، حيت حنايا في المغرب ملي تنعمرو اتاي راه كنحتفلوا به، ماشي تنعمرو اتاي بحال تنخبيو شي حاجه، داكشي علاش كنسميوها سيريموني، يعني داك الحفل ديال الشاي. اون يوتيليز ان سيرفيس سبيسيال اون ايتا سيزول، يعني كان كنستعملو سيرفيس، كنستعملو ملي كنجيو عندنا الضيوف وتنبغيو نعمرو اتاي كنستعملو ان سيرفيس سبيسيال، يعني تنكون عندنا واحد المواعين خاصين باتاي للضياف. تنظن جميع الديور المغاربه عندنا واحد المواعين خاصين لاتاي ديال الضياف، كيكونوا سيزولي يعني مزوقين منقوشين من البراد الكيسان دوك العماير تاعهم، يعني كلهم تي الصينيات كلشي يكون منقوشين. كومبرونو اون بويوار، يعني هاد المواعين هادو شنو هما؟ بويوار هو المقريش، ما عرفتوش المقريش ولا المقريش، اش كتقولوا نتوما المقريش ولا المقريش؟ المهم المقريش هو البويوار. ثم دو بلاطو غون ا تخوا بي، يعني زوج تاع الصينيات مدورين بثلاثة الرجلين، تيكون بحال هادو دابا اللي حضرتهم، تيكون عندنا الصينيات. شني آخر؟ سيغ لو برومي، عندنا جوج ديال لي بلاطو، يعني جوج ديال الصينيات. الأولى، الصينية الأولى شنو فيها؟ أون ديسبوز دي فيغ غرافي إي أون تيا، تيكونوا فيها الكيسان، لي دي فيغ هما الكؤوس، غرافي يعني مزوقة، إي أون تيا يعني البراد، فيغ هما الكيسان، تيا هو البراد. اون ديسبوز سيغ لو دوزيام، يعني في الصينية الثانية اش تيكون؟ لو تي فيغ، تيكون الشاي، يعني أتاي، الحبوب أتاي. تيكون لامونت فريش، تيكون النعناع طري، فريش هي طري، اي دي مورسو دو سوكر، و تيكون السكر، السكر هو السكر، دون دي بواط، تيكونو في لي بواط، كل حاجة في البواط ديالها، النعناع و اتاي و السكر. اون بو ايغالومون اجوتي دي فلوغ دورونجي اي دوطخو زار، بعض المرات تقدرو نحطو تمايا بحال فليو، بحال شيبا، بحال دوك دوطخو زار، يعني اعشاب اخرى، كل واحد كيزيدو اعشاب اخرين لهذاك الشيء يقدروا نحطوه في ديك الصينيه. اون اكومباني بارفوا، يعني نرافق في بعض الاحيان هذا الشاي مع دو غاتو او ميل، يعني الغاتو غاتو عرفنا هي الحلوه، او ميل، الميل هو العسل، يعني الحلوه بالعسل، او زاموند باللوز، اموند هو اللوز، او سيزام هو الجنجلان، يا اما الحلوه العسل ولا بالجنجلان ولا باللوز ولا بهم كاملين، تبارك الله حنا الحلوى راه عندها اشكال وانواع. كوم لي كون دو غازيل، كون دو غازيل هي كعب غزال، كعب غزال هو كون دو غازيل، هادو يمكن فيهم كلشي، فيها العسل وفيها موند وفيها سيزون. سي سيغوموني دور ان لونغ مومون، ان لونغ مومون بوندون لوكيل اون ايشانج دي زانفورماسيون، يعني هاد الحفله ديال الشاي اولا ملي تكونوا جالسين مع الضيوف وتنعمروا اتاي كدوز واحد المده شنديروا فيها؟ اون ايشانج دي زانفورماسيون، يعني تنتبادلوا الكلام، تنتحدثوا، تنبدلوا، نتبادل المعلومات، اولا يعني تمشي تنديو تنجيبو في الهضره، تنهضروا، تيكونوا خبيرات، كيكونوا معلومات، كيكون الجديد كنبدا نقولوه في هذيك الجلسه ديال الجلسه ديال الشاي، اي جلسه لي اون راكونت دي زيستوار، ولا تنعاودوا الحجايات كلها، تيعاود القصص ديالو كلها، تيعاود شنو وقع ليه وهكذا. جينيرالمون اون سير لي زانفيتي تخوا فوا، جينيرالمون زعما على العموم، جينيرالمون جينيرال اون سير لي زانفيتي تخوا فوا، يعني تنعطوهم يشربوا اتاي ثلاثه المرات، ثلاثه الكيسان، دوك الضياف تنعطوهم يشربوا الكيسان، ثلاثه الكيسان تاع الشاي، شحال كتعطيو نتوما؟ ثلاثه ولا واحد ولا زوج ولا حتى واحد ولا اربعه؟ ندوزو دابا لي كيستيون. نتفقوا على واحد الحاجه، جو بسيرف اي جو ديكوفر، في القسم ان شاء الله راه تبقاو تجاوبوا على هذه الاسئله قبل ما تقراو التكست، يعني الاجوبه ديالها يقدروا يكونوا صحاح يقدروا يكونوا غلطين، وكل شيء مقبول. هنا عندي جوبسيرف او بيان اوبسيرف لو ديسان كو فواتو، اوبسيرف لو ديسان يعني ولاحظ الرسم، ماذا تلاحظ؟ كتشوف هذا الرسم هذا ماذا تلاحظ؟ اللي بانت لك في هذه الصوره يا وليدي ولا يا بنيتي قولوا، ما تبقاوش تحشموا في القسم تقول احكا عندي خطا، لا حكا غيضحكوا فيا، لا حكا ماشي هي هذيك، بانت كتعرف شي حاجه، كتعرف شي حاجه قولها، مثلا جو فوا سيغ ليماج اون فام قولها هكا باش كتبدا تعلموا وتزعموا انكم تقولوا دي فخاز وحدين اخرين وتقولوا شي حاجه اللي كتكون احسن مع المود. اذا احنا هنا مثلا
هاد السؤال هذا جو فوا، غنبدا غنقول جو فوا زعما ارى. اون فامي، دابا انت كاع ما عرفتي ما تقول، قول اون فامي. فامي هي عائله، كتبان لك عائله كاع صح، انت مازال ما قريتيش التكست، ما قريناش النص وما عرفناش علاش كيهضر. ان اوم ولا جو فوا ان اوم بريزونت ولا سير اللي عجبك، بريزونت ولا سير عندهم نفس المعنى، يعني يقدم، يقدم تيقدم لينا. ان اوم هو الرجل يقدم دو تي à ses invités, يعني تيقدم الشاي للضيوف ديالو. Une famille prend du thé et des gâteaux marocains. هاد ولا عاوتاني عندي اختيار هادي ولا هادي ولا هادي، هادي فيها جو فوا une famille، واحد لا فامي كتشرب الشاي اتاي مع الحلوى، حتى هادي صحيحه عندك شي تيبان لينا في الصوره. نجيو لزوج، selon toi يعني في نظرك دو كوا فا بارلي لو تيكست. حنا هنايا راه قلت لكم هاد الاسئله تيداروا قبل ما نقراو التكست، حنا دابا نتخيلوا ما قريتش لكم النص وما شرحناش. في نظرك علاش غيبدا يهضر التكست هاد النص هذا؟ دو كوا فا بارلي اون تور لا بون ريبونس. عطاونا واحد جوج جوج اختيارات، وحنا اون تور يعني غندورو على الجواب اللي انت كتظنو تيهضر عليه التكست. يا اما il va raconter une histoire او بيان il va donner des informations. حنا بما انه قرينا التكست راه il va donner des informations، يعني غيعطينا معلومات. وفينا عطانا معلومات على الشيء. Je lis et je comprends. Lis le texte، اقرا النص، coche la phrase vraie. حنا قرينا النص وغنقرا عليكم هاد لي فراز ونشوفوا شكون اللي صحيحه. Pour préparer le thé، on a besoin de sucre، de thé vert et de menthe. يعني باش نوجدوا الشاي لنعد الشاي نحتاج الى السكر، الشاي الاخضر والنعناع. On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. يعني نعد الشاي بالنعناع دائما بعيدا عن الضيوف، يعني تنعمرو اتاي عند الجيران ولا نمشي نعمروه في السطح ونجيبوه. واش هكا كنديرو حنا ولا كنعمروه مع الضياف؟ كنجيو نعمروه مع الضياف. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. هادشي على حسب التكست. دونك الجواب او لا فراز اللي صحيحه هي هادي، هو انه ملي تنديروا عندما نعيد الشيء يعني ملي تنطيبوا اتاي تنديروا معاه حنا محتاجين السكر واتاي والنعناع. 4 Qui se charge de préparer le thé aux invités? Qui se charge? Il est sur le nous. ياك غتلقاو هاد سو شارج بريباري لو تي او زانفيتي غتلقاوها في الفقره الثانيه، في الفقره الاولى. يعني شكون اللي تيعمر داك اتاي؟ شكون اللي كيسهر على ديك العام؟ شكون اللي تيعمر اتاي؟ قلناها، قلنا سي لو ماري او لا فام كي سو شارج دو سيت بريباراسيون سولون لي فامي. حيدو هاد لا راه ما كايناش، معاك من جات نسيتها زقات ليا ما شتاش لي فامي. هاد الفقره راه زيدها من التكست كيما هي في التكست. حنا سولنا هنا شكون تيعمر اتاي للضيوف، الا رجعتو مزيان هادي راه تلقاوها في التكست، تلقاوها في الفقره الاولى. سي لو ماري فاش قلت لكم مول الدار ولا مولات الدار، يعني الزوج ولا الزوجه هو اللي تيعمرو اتاي للضياف. 5 دابري لو تيكست كومبيان دو فوا سيرتون لو تي او زانفيتي. هادي عاوتاني غنمشيو للفقره الاخرى، ماشي كاع الفقره الاخرى، السطر الاخر غتلقاو فيه هاد سير لو تي او في فوا، يعني شحال من مره تنعمرو اتاي، شحال من مره تنقدمو اتاي للضيوف. فوالا قلنا انه جينيرالمون هذا راه السطر الاخر في التكست هو الجواب ديال هذا السؤال. جينيرالمون اون سير لو تي او زانفيتي 3 فوا، يعني على العموم تنعمرو اتاي ثلاثه المرات، تنعطيو اتاي للضيوف ثلاثه تحت المرات. ندوزو للموالي، هنا جولي جيكري 6 Recopie le titre du texte. Le titre du texte, c'est quoi? Le titre du texte, c'est quoi? Recopie, du thé pour les invités. 7. Le texte est composé de combien de paragraphes? Paragraphe, il y a le fqra. Le texte composé, il y a un fqra. Donc, le texte est composé de 4 paragraphes. Il y a 4 paragraphes. 8.
Recopie les noms de trois objets qu'on utilise pour préparer le thé. هنا غادي نكتبوا في هنايا ثلاثة ديال الأواني كنحتاجوها باش نعمروا أتاي. تخوا زوبجي يقدروا واش هما الأواني ولا الأشياء اللي كنحتاجوها باش نعمروا أتاي. هنا أنا كتبت لكم في الجواب، كتبت لكم لي تخوا زوبجي هما اون بويوار فيغ و تيار، كنحتاجوا المقراج والكيسان والبراد. أو راه كاين جواب اخر، هو يرجع معكم هنايا، هو هذا. شفتوا هذا الجواب؟ هذا حتى هو صحيح. ثلاثه ديال الاشياء شنو هما؟ هو السكر سكر لو تي فيغ و لا مونت والنعناع، حتى هما ثلاثه ديال الاشياء كنحتاجوهم، بصح هادو خاصهم مازال الماء. يعني السكر والشاي والنعناع، مفهوم؟ يعني هاد الاجوبه بجوج صحاح، سواء كتبنا ثلاثه ديال الاواني او لا كتبنا ثلاثه ديال الاشياء اللي غنحتاجوها اللي هي السكر والنعناع وأتاي. هنايا في هذا الجواب هذا فيه البويوار هو المقراج، دي فيغ الكيسان، اون تيار هي البراد. هذا دي بلاطو غون ا تخوا بيي، كنهضروا هنا على لي بلاطو الصينيات. علاش قلت لكم هادشي كله؟ يعني حيتاش اللي قلتيها راه صحيحه، اللي تقالت راه صحيحه. ندوزو ل نف. كيس كون سير او زانفيتي افيك لو تي، كيس كون سير يعني اش كنقدموا للضيوف مع الشاي. فوالا اون سير او زانفيتي افيك لو تي، كنعطوهم مع الشاي دو غاتو او ميل او زاموند اي او سيزام كوم لي كون دو غازيل. هذيك الفقره اللي فيها تنقدموا لهم الحلوه ديال العسل، شنو هذا اموند، اللوز، الزنجلان، بحال كون دي غازيل اللي هو كعب غزال. اخر كيسيون، ديرنيير كيسيون، كو فون لي زانفيتي بوندون لا سيريموني تي؟ كو فون، كو فون ديما هي ماذا يفعلون؟ اش تنديرو في ديك الجلسه ديال الشاي؟ قلناها كانت تقريبا في الفقره الاخرى، في السطر ما قبل الاخير، قلنا انه بوندون لا سيريموني تي خلال هذه الجلسه ديال الشاي لي زانفيتي ايشونج دي زانفورماسيون اي راكونت دي زيستوار، يا اما تنتبادلوا المعلومات او لا تنعاودوا القصص والحجايات. قلت انا دابا الحجايه ديالي مشات من واد لواد وبقيت مع الناس الجواد. انا نكون ساليت الحصه ديالي وسالينا لا فيديو ديال اليوم. نتمنى انه كما العاده تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وان شاء الله تلاقوا فيديو اخرى. الفيديو اخرى ان شاء الله كما قلت لكم نكونوا في الانتظار راسكم ديال الصفحه اللي قبل من هذه 12 اللي فيها لوغال، غنحطها لكم حتى هي باش يلاه تقراوه وتحفظوه ان شاء الله بين ما تبداو الدروس. يلا اوفر، ما تنساوش تخليو ليا جيم وتخليو ليا شي كومونتير يكون زوين بحالكم، باش هكا يطلع على فيديو بزاف تاع الوليدات ويستافدو يعني بزاف تاع الولاد معانا. الى اللقاء.